انا بدي اجرب يا جماعه بالايد خلاص على الطريقه العربيه. يلا طفت الكهرباء. سوريا. صباح الخير حبيباتي، شوكو معكم، شنو اخباركم؟ كيفكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم انا وداش اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم يا جماعه وين 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 وين؟ بسوريا. بسوريا اخيرا يا جماعه اجينا انا وداش، مثل ما وعدناكم بفيديو الماضي فيديو لبنان انه رح نجي ونعمل لكم فلوجات من هون من سوريا. ونحن لوين اليوم يا داشا؟ لازقيه. ما اسمها اللازقيه، كيف اسمها؟ لازقيه. ايوه اللازقيه. نحن اليوم بمحافظه لازقيه يا جماعه هون بسوريا على البحر الابيض المتوسط. رح نعمل لكم كثير فلوجات ونورجيكم وين عم نروح وين عم نجي وين رح اخذ داشا وشو رح ناكل كل هون بسوريا. أكلات عربية أخيراً. ففيديو اليوم يا جماعة شو بدنا نساوي فيه يا داشا؟ أنت لازم تحكي لنا هلا باللغة العربية حصراً. تمام. يلا. أول شيء قهوة عربية. حلو. بدي قهوة عربية كل يوم كل يوم مع أمك. مع أمي؟ ليش حسيتها مسبح؟ بعدين بدنا الفطور. بدنا الفطور. أنت بدك تجهزي الفطور اليوم. إيه أنا بجهزي كل يوم. كل يوم بما أنه داشا اليوم أول يوم بسوريا. إيه؟ داشا هي اللي راح تجهز الفطور وراح تجهز لنا الغدا كمان. شو الغدا راح يكون؟ هاد تبولة تبان تبولة. أهم شيء التبولة. وكوسة محشية. أنت بدك تساوي كوسة محشية؟ إيه. فيك تساوي كوسة محشية؟ تبان. طيب أوكي راح نشوف إذا داشا متذكرة. لنشوف كيف تنطبخ الكوسة محشية العربية السورية الأصلية. هلا وقت القهوة، تفضلوا تفضلوا. Наконец-то я пью кофе в Сирии. Наконец-то. Обычно я дома пью тот, который я привезла из Сирии, но сейчас это Аджо Арби Хусусан. انتبهي انتبهي تفور يا داشا. شو يعني تفور؟ تفور شو يعني تفور؟ ما بعرف. يعني انتبهي تغلى زيادة عن اللزوم. تمام. ما فهمت شيء بس انه اوكي. خير خير. الله الله يا سلام يا سلام. Вот что самое прекрасное в мире сидеть в арабской стране и пить кофе, наслаждаться видом и хорошей погодой. وبالوقت يلي داشا عم تجهز فيه فطور سبحتني زيت، رحت عم ساعدها بقلي البيض، رحت بلوزتي تعبت زيت المهم غيرناها. فهلا احسن شيء اني اقعد بالصالون وانطرها ونشوف شو رح يطلع معاها بالاخير، شو الفطور اللي رح تجهز لنا اياه. وهيك الفطور العربي جاهز مع داشا. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. 1 2 3 الله، الفطور العربي الفطور السوري. يا عيني على داشا يا عيني. تفضلوا. يلا داشا اشرحي لنا شو هو الفطور الموجود. خبز لبناني. ايوه. طيب كثير كثير بس انا ما اكل ابدا. ما بتاكلي؟ ليش ما بتاكلي خبز عربي؟ انا ما بدي اصحان، بدي هيك. ما بدك تصيري ناصحة. طيب شو الفطور كمان؟ زيت زيتون. ايوه. خيار، بمدورة. ايوه. زيتون. ايوه. وفلفل وحمص و موتزاريلا او شو؟ مرتديلا. مرتديلا. شو كمان؟ وبيض. ايوه. وشاي. وهاد شو هاد؟ هيدا انا نسيته. زعتر. زعتر. يلا تفضلوا معناتها يا جماعه على الفطور العربي من تحت ايدين داشا. خلونا نجرب اول لقمه خبز لداشا بالخبز العربي. يلا هاد خبز اول مره داشا بحياتها بتاكل خبز. ما بدي خبز. يلا هاد خبز لبناني سوري لازم تاكلي. طيب خبز طيب كثير كثير. والخبز ما بيجي خبز. بتعرفوا انتوا يا جماعه ليش ما بياكلوا خبز؟ هذول الروس بشكل عام او الاجانب ما بيحبوا الخبز مشان ما يصيروا سمينين. تصيري ام كرش انت بكره اذا تضلي تاكلي خبز. كرش محترم انا. اول مره بحياتي باكل زعتر. ايوه هات لنشوف اول تجربه للزعتر. هاد زعتر حلبي يا ناشا. يا سلام. ايوه شوف ردة الفعل. شو؟ طيب بس غريب. غريب. شوي. داشا احكي لنا اول ردة فعل لك بسوريا، كيف شايفة سوريا لحد هلا؟ والله غير شكل. شو غير شكل؟ طيب ما في لا كهرباء ولا في شيء؟ شو كهرباء؟ في هواء والجو حلو واهلك. اهلي تمام؟ ايه. ايه طيب بتعيشي كل العمر ده بسوريا اذا هيك؟ ما بعرف هذا اول يوم بس نحن في وقت الاستراحة ما بعرف. اوكي داشا هلا حاليا عم بتعمل التبولة. برافو برافو برافو. Я знаю, как
готовить табуле, но для России это очень сложно, потому что здесь нужно очень вкусное, чтобы так было свежее. В России мы столько не найдем. И это очень сложно, чтобы в России найти хорошую свежую зелень и в таких количествах. И чтобы табуле было вкусное, что нужно? Очень мелко нарезать. А я еще не профессионал в этом, поэтому попробую. Ялла, واحد, اثنين. ايوه, браво, леки. خلص, داش анти арабия, خلاص. Свой. После бакдониса, что правильно, помидора. Сейчас мы делаем соус для куса махши, потому что соус это самое главное. Для соуса нужно очень много помидор, чтобы соус был очень сочный, вкусный. بعد التبوله والصوص بيجي دور شو؟ طبعا куса махши. حفر الكوسه محشي طبعا هذا الموضوع يلي راعب لامي هلا لانه انتم بتعرفوا شو يعني صير في مشكلة بالكوسة محشي انتو عم تحفروه خصوصا عند النسوان يا جماعة هذا الموضوع خط احمر والله كتير كتير صعب в России у нас такого нету вы видите они очень маленькие но очень вкусные и так мама показывает что надо убрать оттуда все что есть внутри а это очень сложно вы посмотрите شوفوا 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 يا عيني الترتيب يا سلام Для девочек, которые в России, очень сложно, если что, очень сложно, но нормально. Это примерно как голубцы наши, но по-другому и вкуснее. Я беру немножко риса, тут различные специи, немножко мяса и рис. И я это все кладу внутрь. جاهزين حتى تشوفوا وجبة الأكل النهائية؟ واحد اثنين ثلاثة شوفوا 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 المحاشي من تحت إيدين داشا وهون صوص وهون الخيار بلبن أكلتي المفضلة يا سلام يا داشا يا عيني عليكي راح نجربها بالإيد يا جماعة خلونا نجرب أول شيء الله كيف؟ غير شكل جربي أنت يلا كيف عالم تاني طيب طيب وبما أنكم شايفيننا يا جماعة لابسين تيابنا فنحن لبسناهن قبل ما ناكل حتى نلحق ننزل بسرعة على المشوار مشوار مشوار البحر على البحر لازم نروح هلا أنا وداشا بأسرع وقت لأنه عنا رفيقنا ناطرنا على البحر ومتأخرين عليه نص ساعة عدنا اوكي يا جماعة بعد 3 أرباع ساعة تأخر عن أصدقائنا وصلنا هلا على الكافيه كالعادة طبعا كيف الكافيه داشا كيف شايفتيها؟ لا غير شكل ما пришли в кафе которое мы были в прошлом году два раза но мы сидели на нижней веранде сейчас мы наверху на улице сейчас не видно но здесь море طبعا وهذا الشيء كثير 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 مهم للروس ليش؟ لأنه هناك دائما برد 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 فلما بيجوا على الدول العربية أو على تركيا وبيقعدوا على البحر هذا الموضوع ابدا ما هو بسيط فهلا داشا انا برايي عايشه اجمل لحظات حياتها صح здесь такая атмосфера арабы приходят вечером отдыхают пьют кофе курят кальян очень очень атмосферно عن جد هون الناس مثل ما حكت داشا بيقعدوا هيك مع الارجيله والشلي على الناس اهم شيء الشلي على الناس يا جماعه هلا ونحن نازلين داشا خطر لها تاكل اكله غريبه شو بدك هلا فستق 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 شو خطرك هلا تاكلي فستق بهال فستق 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 Я могу сказать свое мнение. На мой взгляд, мне здесь очень хорошо. Я вам всегда говорила, что я люблю арабские страны, я обожаю Сирию. Конечно, есть свои плюсы и минусы. Из плюсов это прекрасная погода. Из минусов тут нету электричества. Также мне нравится, что люди очень толерантные, здесь нету расизма. Из минусов, также если нету электричества, нету горячей воды. Надеюсь, вам очень понравилось. Первая часть из Сирии. Следующее видео будет на море. Мы поедем в Алеппо, Хома, Хамс. Так что оставайтесь с нами, ставьте лайки. Амилю лайк, сабскрайб, коммент. Если вам понравилось это видео, напишите, что бы вы хотели увидеть. Или что бы я должна была посмотреть в Сирии. Обязательно пишите, что вы хотите. А вам ялла, бай!